بابا بتلفهم شو حابين نتغدى اليوم؟ بابا والله ما بعرف يعني اي شيء يعني كل يوم نفس السؤال تسألون شيء بيحير الاكل يعني اي شيء بابا والله انا جاي على بالي مقلوبه بالعجاج بابا انا بدي بيض خلص بيض بده بيض كمان اليوم بيض شو هذا يا مثل العاده لازم ناكل على كيف ابي في اليوم الثاني بابا احكي لك هيك بابا بتقلك ماما شو تعمل اكل يا زلمه كل يوم تسألوني الي نفس السؤال انا هذا اكثر سؤال بيستفزني بالبيت بابا والله جاي على بالنا بطاطا بالفرن بابا بابا صباح الخير يعني كم مره بدي اعيط لك انا قوم عندك مدرسه يعني شو كم مره صرت اهلك قوم يعني عندك مدرسه ليش هيك متخبي حالك شو عاني لا بابا لا ما في شيء قوم لشو بابا شو هاد من وين هذا البيض بابا ما عندي بدي اطعمينا كل يوم بيض هاي فضمه يلا معلش بابا كوك صغير فقسوا هذول ها فقسوا